يعني واحد من نجوم الفريق على مدار جميع المباريات محمد رمضان ليبرو الفريق. يعني محمد يعني كلمني بقى على البطوله واجواء البطوله وفنيا كمان، وتكسبوا الترجي في النهائي في تونس اعتقد بطوله كانت صعبه جدا. بصراحه طبعا يعني الف مبروك للنادي الاهلي طبعا وجمهور النادي الاهلي. البطوله كانت صعبه بالذات بعد اخفاء الدوري والكاس، الحوار كان صعب بالنسبه لنا وكان علينا ضغط عصبي ونفسي ان احنا لازم نرجع بطوله افريقيا. فالحمد لله ان احنا رجعنا البطوله، يعني دي اهم حاجه عندنا يعني، ونفرح الجمهور بتاعنا يعني. شخصيه البطل وكلام كابتن خطيب معاكم انكم ابطال واحنا بندعمكم، وان البطل لازم في وقت الهزيمه يتماسك ويقوم بسرعه، وهو ده اللي بيفرق ما بين الفريق البطل عن الفريق اللي مش بطل. ده يعني قول لي تاثيره كان عليكم ازاي وانتم مسافرين تونس؟ طبعا طبعا يعني بشكر كابتن محمود الخطيب طبعا على الدعم بتاعه. هو ادينا ثقه يعني، هو قال لنا يا رجاله انتوا 14 لاعب لازم ترجعوا البطوله، يعني بعد الاخفاق ده قال لنا لازم ترجعوا البطوله، واحنا كنا قد يعني قد كلمته يعني. وبصراحه كنا بنصالحه يعني، بنصالح الجمهور وبنصالح مجلس الاداره وبنصالح برضو كل حاجه، كل حد جاء علينا برضو في الفتره اللي فاتت دي، بس صالحناهم يعني اهم حاجه اللي احنا صالحنا الجمهور. اللي جاي بقى الجمهور مستني منكم كتير، اللي جاي شافوا ازاي وتقول عليه؟ لا ان شاء الله اللي جاي يعني ان شاء الله هيكون حاجه غير يعني. البطوله الافريقيه دي ادتنا دفعه اللي احنا ان شاء الله السنه الجايه الدوري والكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه هيكون في النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا محمد ودايما موفقين. محمد دي